دول خاصته اللي احبهم حتى المنتهى. والعجيب في محبة ربنا ليهم مش بس ان احبهم حتى المنتهى، احبهم حتى المنتهى على الرغم من ضعفاتهم التي حدثت منهم والتي سوف تحدث عند القبض عليه وبعد قيامته. لكن محبة ربنا ملهاش مقابل، يعني ان كان بيدعونا ان احنا نحب المسيئين الينا فكان بالاولى. هو عارف ضعفنا، يعرف طبيعتنا، يذكر اننا تراب نحن، فاحبهم على الرغم من ضعفتهم، على الرغم من اللي فيهم مندفع واللي فيهم شكاك واللي فيهم بيجهل. احبهم ايه؟ حتى المنتهى.